السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة سي بي 9 مدار. رجعت لكم اليوم فيديو جديد. اليوم فيديو راح نشرح فيه عن بان وشلون تبني بان بالطريقة الصح، ما تبني غلط مشان تستفيد منه وتطلع منه أكبر كمية، أكبر قيمة دمج أو أكبر دمج ممكن يعمله، لأنه بان مختلف كتير عن باقي الشخصيات بالبناء تبع الجير تبعه، بناء اللبس تبعه وكل شيء. فحاولوا ما تغلطوا الغلط وانتوا عم تبنوا الجير تبعه وتبنوا الشخصية بشكل عام. وحابب اشكركم كتير كتير على دعمكم على البث اللي عملناه. الحمد لله ما شاء الله وصل 85 لايك البث، اعتقد هذا يمكن من اعلى بثوثي لايكات، وشكرا كتير لكم على الدعم. خلونا نبلش الفيديو. طبعا اول شيء بان، للي ما بيعرف، شخصية معتمد اعتماد كلي على الـ HP، ما في عنده ولا شيء بيعتمد على الاتاك تبعه. اذا بنلاحظ الالتيميت تبعه بتعطيك 33% من الـ HP، الكرت هذا بيعمل 21% من الـ HP، الكرت هذا بيرفع الـ HP، حتى الباسيف تبعه بترفع الـ HP. فانت اذا بتطلع على الشخصية بشكل عام كاتاك ما في شيء بفيده بالاتاك. اذا بتلاحظوا انا البان تبعي بانيت تماما والاتاك تبعه اقل من الديفنس، هي اول شخصية بعد ترميل بتكون عندي اتاك تبعه واطي لهالدرجة. طبعا بان بعد السوبر اويكنينج الكامل بصير عنده السب ستاتس جدا جبارة. اذا بنطلع كريت ريزيستنس 100%، ديفنس 67%، حكينا ريزيستنس 72%، كنت حكي عن كريت ريزيستنس. لايف ستيل 18%، يعني السب ستاتس تبعته جدا عالية. بس المشكلة اني انا يعني حتى انا غلطت غلطة بالجير تبعه، بس بدي انبهكم عليها لاني انا لما بدي اعدلها مشان انتم تكونوا عارفاني، ولما تبنوه ما تغلطوا هاي الغلطة. طبعا اول شيء اذا بنروح على لبس بان، انا طبعا اشتريت له كل اللبس، او سوري فرمت له كل اللبس مكستهم كلهم، هدول هاي وهي مكست الاتاك ما لمستهم لمس، لانه هدول فعليا اذا بدي اطورهم فقط رح اطورهم مشان السي سي، ما رح يفيدوني باي شيء تاني، مشان هيك ما عندي استعداد اني اصرف مواردي. بالمقابل روحت الموارد تبعاتي تبعت الاتاك على سارييل وسويت له الاسلحة تبعته كلها يا تماكس، لانه سارييل رح يصير اللينك تبعي اللي حطه على بان، بما انه الجريس تبع سارييل بتنقص الكريت ديفنس تبع اللي ضدك 50%، اذا تحطه على بان حيكون جدا جدا جميل وبزود له الدمج تبعه، خاصة اذا سارييل كان 6-6. طبعا اهم شيء تركزوا عليه اللي هو القطع، هدول حاولوا تسويهم 6-6. انا اخترت هدول الخمس قطع، هاي القطعة ما حطيتها لانه من ناحية السي سي ومن ناحية القصص الباقية بالنسبة لي هاي القطعة احسن، مو هاي القطعة طبعا احسن، بس هاي القطعة لقيتها احسن لانه ريجنريشن ريت احسن من ريكفري ريت من ناحية السي سي. طبعا طبيعي انه تمكسوا له القطع هدول. بنيجي على الجير بقى، الجير هو المعمعة الحقيقية. في ناس ممكن يعملوا له اتاك سوري اتش بي ديفنس، بس انا بالنسبة لي ما افضل اني احط له اتش بي ديفنس، لانه هو اتش بي جدا عالي، فالديفنس ما كتير رح يفرق. لما يكون انت اتش بي اك 600,000 ما كتير حتفرق 1000 ولا 2000 ديفنس، فمن الافضل انك انت تحط له اتش بي كريت دامج ست. طبعا الكريت دامج تبعه ليش؟ مشان يزود الدمج تبعه. لما يكون الاعتماد تبع الكروت تبعه على الاتش بي مو معناه انه الاتاك ريليتد ستاتس بتنخفى، لا، البيرس والكريت شانس والكريت ريت بيضل والكريت دامج سوري بيضل لهم تاثيرهم بالدمج اللي بيعمله بان. فانت بالتالي كل ما ترفع له الاتش بي اكثر، كل ما ترفع له الكريت شانس والبيرس والقصص الباقيه الاتاك ريليتد ستاتس اكثر، كل ما بزيد الدمج تبعه. اما بالنسبه للاتاك فهو ما حيفيدني ابدا. فاذا بنطلع طبعا الست طبيعي اتش بي كريت، انا لسه باقي لي هي رول حتى اخلص له اياها كلهم ماكس تحت. اما بالنسبه التريك وين بتجي ببان بهدول القطعتين اللي فوق، انا طبعا كنت باني غلط اول شيء، كنت حاطط له اتاك كامل، بعدين اكتشفت او انتبهت انه انا ليش عامل له اتاك، قمت القطع وحطيت له قطع جديده عملتها كريت دامج. طبعا رولات شبه ماكس معظمهم، لانه الكريت دامج هو اللي حيزود لي الدمج تبعه لبان. اما بالنسبه للقطع الثانيه انا اخترت اني احط لها كم رول كريت شانس، اعتقد هي كمان راح ابدلها بكريت شانس، خلي 3 كريت شانس و2 كريت دامج. الفكره انه
لما انت يرتفع الكريت شانس تبعك بصير احتمالية انك تعمل كريت اعلى، فبالتالي الدمج يعني اذا عندي انا الكريت دمج 300 والكريت شانس تبع وما عم يكرت فما في فائدة، وبما اني انا رح حط عليه ساريال فهذا الشيء رح يعزز من قوة الضربة الكريت، بس اذا الضربة ما اجت كريت ما رح اقدر استفيد لا من ساريال كالينك ولا من الكريت دمج اللي انا باني له اياه. فمن افضل بالنسبة الي انه الكريت شانس يكون فوق 90% بصراحة. انا يعني الرول الاخيره تبع الرول هي تبع الكريت دمج كانت مو خيار صحيح مني اني اخذها، من الافضل كنت احط له كريت شانس. طبعا الكريت شانس الماكس تبعه 4.5 فاعتقد 3 كريت شانس بيعطوه 12.5، انا ناقصني هون واحد سوري ناقصني هون نص وهون 0.6 وهون 4.5، هدول بيوصلوني لل 90 كريت شانس. اعتقد اذا كان الكريت شانس تبعه فوق ال 90 ممكن يكون احسن، وممكن اذا بدكم الطريقه الامثل انه يكون قطع كريت دمج وقطع كريت شانس، هي الطريقه الامثل. ليش؟ لانه انت عم تاخد 20% بسبب الست تبع الكريت دمج، فمن الافضل انك انت تعوض النقص هون. مثلا هي القطعه اللي على اليسار كلياتها تكون كريت شانس والقطعه اللي على اليمين كلياتها كريت دمج. ما بتفرق وين حطيتهم، سواء حطيت وحده بوحده او اربعه بخمسه او شيء، ما بتفرق، المهم انت عم تاخد النسبه. اذا حطيت يعني هي مثلا هدول الاتاك كلياتهم ما عم يفرقوا معي. فمشان هيك بالنسبه لي انه اذا تحطوا له وحده كريت دمج وحده كريت شانس افضل. اذا بنوصل هي مثلا هي بتعطينا 20 ولا 22 اتاك سوري كريت شانس، ممكن يوصل الكريت شانس تبعنا لل 100%، واعتقد 100% هو افضل شيء. طبعا 90 منيحه بس ال 100% افضل. ليش؟ لانه شبه جارانتيد الكريت تبعك. طبعا في عوامل كثير بتأثر على نسبة انك انت تعمل كريت، من اهمها اللي هي الكريت ريزيستنس تبع اللي ضدك. على سبيل المثال بان عنده 100% كريت ريزيستنس، فانت صعب انك تعمل عليه كريت بالبي في بي، مشان هيك ممكن هذا الشيء يشكل لك مشاكل. بس لما تكون انت حاطط كريت شانس عالي وكريت دمج عالي ولينك ساريال، لما يعمل كريت حيعمل دمج مخيف. طبعا انا لاحظت شغلة ببان بصراحة الجيوم اللي لعبتها فيه، بان بالنورمال بي في بي ابدا مو مذهل بصراحه. مشان اكون معكم صادق، لعبت فيه تقريبا 10 جيوم بي في بي نورمال، وبصراحه الدمج تبعه ابدا ما اذهلني. يعني لما اجي قارنه بذا 1 مثلا اول ما نزل ذا 1، بصراحه الدمج تبعه كيف تشوف الفيديو على اليوتيوب نفس الدمج بتشوفه على الحقيقه. طبعا خليني بشوف انا كم جيم عشان ما اكون عم بكذب. لعبان فيك تشوفوا الوين ريت تبعي، مع انه انا يعني التيم تبعه مو سيء اللي انا عامله، بس بصراحه بالنورمال بي في بي اذا بان تبعك الالتي تبعه مو 4-6 فما فوق، ما اعتقد حتنصدم كتير بالدمج. دمج تبعه حلو بس انه ما له دمج خارق. اما بالاليت بي في بي بيعمل دمج حلو بصراحه، خاصه اذا باني له الجير الصح اللي هو كريت شانس كريت دمج، بيعمل دمج حلو. بس انا ما انصح كتير عالم يعني يحاولوا يلحقوا 6-6 لانه هتكون جدا مكلفه. صح النتيجه اللي هتطلع منها هتكون حلوه، بس انا لساتني انه برايي انه 2-3-6 ما فيها مشكله. اذا خايفين على موضوع السي سي، تيم بان ابدا ما راح تاكلوا هم السي سي، لانه السي سي تبعه حيكون زبال، خاصه انه التيم تبعه فيه تويغو اللي هو شخصيه ار، فانت ما كتير تتامل بالسي سي. الافضل انه حتى لما بدك تلعب بي في بي بهي الشخصيه تستخدم اتش بي فود او دوج فود. فود تاني ما كتير بنصح فيه. الشخصيات اللي انا برايي ممكن يكونوا مفيده معه بالتيم اللي هن تويغو، غريامور، ايستن الحمراء، كيول احمر. من الاخر تفوتوا لهم تعملوا فلتر، بتعملوا هاي الحركه بتشوفوا الشخصيات اللي ممكن تحطوها معه. ممكن ينفع معه ليفاي، ممكن ينفع معه اسكانور الاحمر، ممكن ينفع معه لا ارثر الاحمر لا، بس افضل انه يكون ارثر الاحمر هذا معه. ليش؟ لانه الباسيف تبع ارثر الاحمر تبعه هذا بتزود الاتش بي 30%. بصراحه اكثر تيم ممكن يكون توكسيك اللي هو ارثر، بان، غريامور وتويغو سب. المشكله بهذا التيم هذا جدا ممكن يخلي بان يعمل دمج مرعب، بس المشكله العظمى بهذا التيم
انه اذا بان راح انسحب انت، ما في الك امل ولا 1%. المشكلة الثانية انه ما عندك اي الت كنترول، يعني اللي ضدك ما بيلمسك بس بيعمل الت رش بتخسر انت، اذا طبعا اللي ضدك كان ذا 166 معه لودوسييل ومعه مدري مين، بضربة واحدة بيشيل لك اي شخصية بالتيم، فهذا الشيء ممكن يسبب تهديد. اعتقد واحدة من الشخصيات اللي مثل ما بيسموها الدارك هورس تبع التيم بصراحة ممكن يكون جيلي ثندر الأحمر. إذا بتفكروا فيها مع التون تبعه لجيلي ثندر الأحمر، حيكون من أكثر تيمات التوكسيك لبان. ما بعرف صراحة، لسه ما جربته ولا طورته ولا عملت فيه أي شيء، بس أعتقد هذا الجيلي ثندر إذا بتحطه بالوش مع آرثر مثلا، التون تبعه بتعمل دمج ريدكشن جدا جدا، حيكون التيم حقير بصراحة، وما حيموت ولا 1% من عندك. بس شو بتصير انت معتمد فعليا على التونس، وحتصير الجيوم تبعك اطول واطول. ممكن كمان تحطوا هاوزر، لانه هاوزر بيزود 8% من البيسك ستاتس، بس بصراحة مع بان ما بيهمك البيسك ستاتس، بيهمك الاتش بي فعليا، بس الباقي ما كتير كتير مهم. حلوين بس انه ما لهم كتير مهمين. في اكيد في تيمات كمان لبان من الهيومنز، حتى اذا بنشيل الالوان الثانيه بنشوف الالوان الثانيه، ممكن تجربه مع شخصيات الكولاب مثلا مثل ماي، ممكن تجربه مع هاي الشخصيه الالفن. في كتير تيمات ممكن تحطهم مع بان، انت ممكن تخليه، انا كمان حتى ممكن تحدث بير سب مشان خلص تروح فول كريت. احتمال انا واحد من التيمات اللي جربهم يكون ديث بيرس تبعي سب، بس المشكلة ساعات حأخسر تويغو كسب، وهذا الشيء رح يأثر عليه تأثير سلبي بصراحة. فإن شاء الله إن شاء الله الفيديو الجاي رح حاول جرب لكم إياه بي في بي. قبل ما بجربه بي في بي أنا حكيت لكم عن الجير تبعه مشان ما كنت أخرت عليكم كتير بالفيديو. وهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو تبعنا تبع اليوم. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو واستفدتوا منه. إذا استمتعتوا بالفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتضغطوا على زر اللايك، وشكرا كتير كتير لكم، ونشوفكم على خير. جاني.